اتهامات متبادلة وظاهرة حزينة يتحدث عنها ولي الأمر بخجل وقلة حيلة، لكن فجأة وبدون استحياء كشفت الهيئة المختصة حقيقة مؤسفة في بعض أحياء المملكة أثارت الكثير من الشكوك فيما يتعلق بنوايا البعض، وبحثت حول إيجاد تفسيرات منطقية وراء ما تعيشه السعودية خلال تلك الأيام، دون أن تنسى وضع حلول منطقية لمواجهة الأزمة. فما القصة؟ لم يكن أحد يتخيل يوماً أن بلاد الحرمين الشريفين تواجه نقصاً حاداً في المساجد، خاصة عندما تعلن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة أن بعض الأحياء في كافة أنحاء البلاد وليس في منطقة بعينها تفتقر للمساجد بكثافة يتعبد فيها الناس وتقام فيها الصلوات والفروض دون أن تشق المسافة على أهل المكان. لكن بشجاعة منقطعة النظير وبكلمات جريئة حادة كشفت الهيئة المختصة أن الأمر برمته يشغل عقل ولي الأمر في المملكة، ولا بد من إيجاد حلول منطقية قادرة على التخلص من تلك الظاهرة غير الحميدة. فمسألة أن تتحرك في حي ما داخل السعودية ولا تجد فيه مسجداً تقيم فيه صلاتك أمر غير منطقي، ويثير المشاعر الراغبة في إعلاء كلمة الله. لكن ما هو السر وراء تلك الظاهرة التي انكشف عنها الستار خلال الأيام القليلة الماضية، وبدأ الجميع يتحدثون فيها بحثاً عن إيجاد حلول للتخلص من ذلك الأمر الذي يستحي السعودي أن يعترف به علناً؟ يقول وزير الشؤون الإسلامية في المملكة أن الأمر يعود إلى عدم التنسيق بين الوزارة والتخطيط العمراني في المدن، فالأمانات لا تشرك الوزارة في مسألة التخطيط وهو ما يتسبب في تلك الظاهرة، وبالتالي لا تتحدد مواقع للمساجد داخل الأحياء خاصة الجديدة منها. وعليها فلا بد من زيادة جرعة التنسيق بين الهيئتين من أجل تفادي الظاهرة في المدن الجديدة والأحياء التي لا تزال قيد التنفيذ، وهو الأمر الذي تأمل وزارة الشؤون الإسلامية خلال الفترة المقبلة أن تشركها الأمانات في الأمر. أما الأحياء التي سكنت بالفعل سيتم طرح حلول أخرى من أجل تجاوز ذلك العائق. ولا يشير الوزير المختص إلى وجود أي نوع من الخلافات بين وزارة الشؤون الإسلامية والتخطيط العمراني بقدر ما يؤكد على أن الأمر لا ينتبه إليه البعض فحسب، خاصة وأن هناك تنسيق مع الوزارات الأخرى بالفعل، وهو ما ندعو إليها بأن يتم إرسال المخطط إلينا بحيث نحدد الأماكن التي تكون صالحة لبناء المساجد في المخططات الجديدة دون أن يعوق أي شيء في استكمال المشروع. ووفقاً لبعض الدراسات يتجاوز عدد المساجد في السعودية 98,800 مسجد وجامع، حوالي نصف عددها بني عن طريق النفقات الخاصة بنفقة إجمالية تتجاوز 100 مليار ريال سعودي، وتحتل المنطقة الوسطى الصدارة في عدد المساجد بحوالي 36% من العدد الإجمالي، يليها الغربية 28%، ثم المنطقة الجنوبية بحوالي 27%، أما المنطقة الشرقية فتحتل المركز الأخير بنسبة تلامس 9%.